نعطيك واحد لي تخف سالين. واخا تفد لينا الوقت. نعم كندير 200 غرام ديال الشوكولاته كحل، 10 سنتيمتر خط الحليب فوق العافيه. بلاتي بلاتي عاودينا من الاول. 160 غرام شوكولاته كحل، 10 سنتيمتر ديال الحليب، 70 غرام ديال الزبده، 60 غرام سكر كلاصي، 10 سنتيمتر ديال الكريمه. كنغليو الحليب والكريمه يطلع فيهم الغليه، كنزيدهم سكر كلاصي وكنطفيو البوطه، وكنكونو حاكين الشوكولاته الكحل وكنخويو عليه. كنخليو 10 دقائق، كنجيو نحركو في السباتول كنلقاو ذهب، كنشدو الضرب كنبقاو نضربو حيت هو كيكون جاري. كنزيدو 70 غرام زبده مقطعه طريفات بارده، وحنا كنضربو نضربو تيولي ملس. كنغطيو بواحد الفيلم ريمونتي وكندخلو للثلاجه. اما السيده ديرو في اطار وتقطعو مربعات عباد كور، واما تزغي بمعلقه. كندهنو شويه دينا بالشوكولاته، غير كندهنو بحال كندهنو بالمزهر يدينا. كنخمجوها بالكف ديالنا بشويه الشكوط، كنكورو داك لي تخيف وكنمرمدوه في الكاكاو مزيان، نبقاو نحطو في البانيو ونبقاو نحركو نحركو ونقبطو نكورو باش يدخل ويشرب داك الميديتي تشرب داك الكاكاو. صافي كنجمعو في بواطا بين كل طبقه وطبقه، كنديرو بلاستيكه كنبقى نجرب حتى كنسخف وكندخلو الثلاجه. كنشري عليك راه عندنا الوقت. كنخاف على الوقت. لكن كاين الوقت مازال. صافي اختي وكندخلو للثلاجه، ونهار المناسبة إما كنقدو مع قهوة كحلة ولا كنزوقو به هاد لي طاغ ديالنا ولا لي كلاص ديالنا ولا لي بانك، يعني يمشي مع كل شيء كيمشي. وانت عندك انت بديتي تقربي ديري الطابلة ديال راس العام إن شاء الله. إن شاء الله تسلمي عليك فاطمة، شكرا على المشاركة. كاين مورايا كاين أم بدر، يلا شكرا.